اسمح لي اختي لبنى، ماشي خوف انا منك باش ما غاديش نهضر على هاد الحويجات، ولا خايفه من شي واحد، هذا المهم. نطاكي على راسي باي طريقه، على حقاش اخوتي العزيز الغاليين، كل واحد ببلاكتو على ظهره، جدي والخروف كل واحد باصله معروف. صنت اللايف ديال لبنى وقاسوني انا، ومن بعد الفيديو سمعت القضيه فيها شفاره وفيها سرقه وفيها حوايج تهزوا لب، الله يكون في العون. ما نلوممش، قصدي التليفون اللي كتشفر لهم في البراءه ديال السي محمد بوكريشه، انا ما كنتش كاينه تما. وليني من بعد ما مشيت اخوتي العزاز الغاليين، ما دارت سيمانه ومشيت، راه في راسي التليفون راه تهز. باش قال البراء عتي راه ديما كنغوتو البراءه ديالكم. على سلامكم. سلام مبروك عليك. انا نهضر بالخاص ديك التليفون اللي كتشفر لهم في البراءه ديال السي محمد بوكريشه، انا ما كنتش كاينه تما. وليني من بعد ما مشيت اخوتي العزاز الغالي، ما دارت سيمانه ومشيت، راه في راسي التليفون راه تهز. والحمد لله على البراءه ديال ولدي. الحمد لله. وانا راني فرحان ومسرور، وشاركوا معنا هذه الفرحه، ودعوا مع هذا البنت يعطيها ربي شي زمان، هي وهادو وهادي وهادو، هما بنات المسلمين. انا كنعمم هذا هو اللي كاين، هي كيف نبغي بناتي كيف نبغي هاد الناس، هادشي اللي كاين. والسلام عليكم. الله كريم على اختي.